النقطة الأولى إعلامية، وجودكم كقناة أنكم تبحثون عن قضية ولا تبحثون عن حدث مفبرك. عدم وجود القنوات الأخرى حينما يقتل شرطي أو يضرب مظاهر، يعني تكون القنوات في هرج ومرج، معناها أنها تبحث عن حالة مفبركة أو حدث معين. هذا من جانب. من جانب آخر، الشعارات المرفوعة الآن بالنسبة لمعتصمين النجف، أوكي، الشعارات المرفوعة، أنا أرجو من كل المتظاهرين، من كل الشباب، أن يبتعدون أولا عن المطالب الفئوية، عن المطالب الشخصية، عن المطالب الحزبية، لأننا ستعيدنا إلى المربع الأول حتى في حالة سقوط الحكومة. إذن علينا أن يكون هنالك مطالب عراقية إنسانية دولية. ابحث أخي عن كرامتك في الوطن، ابحث عن كرامتك في الوطن، ابحث عن إنسانيتك في الوطن، لأن التعيين، تبليط شارع، إقالة وزير، إقالة عضو برلماني، هذه ليست الحل. أولاً، الحكومة العراقية بدأت تسقط عنها أوراق التوت أو عن عورتها. سقوط البرلمانيين واستقالة البرلمانيين معناه هنالك استجابة سياسية لمطالب الشعب وإن لم تكن معلنة بشكل كامل. القضية الأخرى، لماذا يطالب الشعب العراقي والحكومة العراقية بعدم التعامل مع بورقيبة في تونس بسبب بلوغه العمري عتية؟ أليس لنا رئيس وزراء يبلغ 80 أو مقبل على 80؟ وطبيا وعلميا هذا يعني أنه لم يعد قادر على تناول الأحداث من ناحية طبية عضلية ومن ناحية ذهنية، حتى أنه الخطابات المتلفزة أثبتت وبشكل لا يقبل الجدل أنها مكتوبة وتقرأ، وتقرأ بدون أن تدرك، يعني ليس هنالك إدراك لعبد العبد المهدي لما يقرأ للأسف. لذلك أنا أطالب الأخوان المعتصمين، أولا أنا حاضر من بغداد لمساندة النجف، وإن كنت نجفيا إلا أني حاضر من بغداد لمساندة النجف. بغداد لها الكثير من المساندين، لكن النجف يشار لها بالبناء أنها يعني محاضر عصامات سلمية، مظاهرات سلمية، ولكن كما يقول المسيح عليه السلام كما ذكر في القرآن، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. نحن لا نريد خبز ولا نريد تعيين ولا نريد بدلات أنيقة. قضية مهمة جدا بالنسبة للمحللين السياسيين الذين يرتزقون على أحداث العراق ويتناولون 200-300 دولار بالساعة نتيجة تحليلهم الأحداث في التلفزيونات المعادية وحتى غير المعادية، عليهم أن يكونوا موجودين الآن في الحدث ويتعاملون مع الحدث بشكل فاعل. القضية الأهم، هنالك ما يسمى بمزدوجي الجنسية، وهنالك إشارة إلى سقوط مزدوجي الجنسية. أخوان، هنالك تفريق بين مزدوجي الجنسية الذين يتبوؤون مناصب في الدولة ويسرقون البلد، وهنالك مزدوجي الجنسية الذين هم معاكم. أنا رجل عراقي، سويدي، بريطاني، أمريكي، أحمل مجموعة من الإقامات ومجموعة من الجنسيات، وأتيت أساساً من أوروبا لهدف واحد، ليس فقط لزيارة أبا عبد الله الحسين أو ما شابه ذلك، أو لأن أكون خادم من خدام الحسين، لا فقط، أنا أجيت من أجل قضية أساساً نادى بها الحسين. نرجع إلى الحسين، الكل تقول أو الآن تعترف بعالمية الحسين، الحسين في بوليفيا، الحسين في الصين، الحسين في الهند عند المهاتما غاندي، الحسين عند المسيح اللبنانيين، المسيح عند جيفارا الثائر الذي هو بوليفي وليس له دين ورجل ملحد ماركسي شيوعي، ولكن كل الناس اقتدت بثورة الحسين. أنا أرجو من الشباب، أرجو من الشباب أن يقتادون أولا بكل الثورات الإسلامية، لأن ماو تسي تونغ ذكر إلى جميلة بحيرد المناضلة الجزائرية، قالها لماذا تسألينني عن الثورة وأنت ابنة العرب ويستوجب بك أن تكوني قد قرأت ثورة الحسين. أوكي شباب، لتكن مظاهراتنا بهذا الشكل لنتميز، نحن عراقيون وما يصيب العراق يصيبنا، ولكن لنتميز. لنتميز بماذا؟ أولا أن يبقى صوت السلم والحب هو الموجود خلال هذه اللحظات. عتبي الشديد جدا جدا على القنوات الأجنبية التي أعلن عن تواجدها في التظاهرات وفي الاعتصامات، لكن يبدو أنها حينما رأت سعة الحدث وأن الحدث العراقي أكبر. اليوم الشعب العراقي أثبت شيء واحد، لنعترف، الشعب العراقي أثبت شيء واحد، أنه ليس شعب خانع وليس ذليل وليس من أولئك الناس الذي أشير إليهم أو قورنوا بالشعب المصري أو بالشعب التونسي. نحن أفضل من الشعب المصري وأفضل من الشعب التونسي لسببين أساسيين. أولاً، نحن نقارع الظلم بالسلام، ونحن نقارع الكراهية بالحب، ونحن نقارع التغييب بوجودنا.
ارفعوا صوتكم، ارفعوا شعاراتكم بشكل سلمي بشكل جميل. فليعلم المسؤولين ما يحظى اليوم اللي نشاهده هو ليس تظاهرات وإنما ثورة، ثورة بمعنى الكلمة لتغيير الواقع في العراق. أوجه أولا رسالة إلى رئيس الجمهورية، إذا كان رئيس جمهورية للعراق وإذا كان مواطن كردي فليستقيل. إذا كان رئيس جمهورية للعراق عليه أولا وفورا إقالة الحكومة وحل البرلمان وتجميد العمل بالدستور وتكليف شخصية مستقلة من خارج الأحزاب لتشكيل حكومة مصغرة، حكومة إنقاذ وطني لحين كتاب الدستور جديد للعراق، وتشكيل هيئة انتخابات مستقلة بإشراف الأمم المتحدة، وإصدار قانون الأحزاب جديد ضمن شروط وضوابط، وحظر الأحزاب التي تستخدم شعارات دينية، بناء دولة مدنية، توزيع الخيرات بصورة متساوية على كل الشعب العراقي، نظام رئاسي، برلمان لا يتعدى 100 عضو. زين. ثانيا أوجه رسالة إلى كل العراقيين، كل العراقيين، هذه الفرصة الأخيرة. اليوم قدمنا شهداء أو قدمنا ضحايا، وهذه فرصتنا الأخيرة. إذا ضاعت هذه الفرصة لن تقوم قائمة للعراق. وكل من يتهم هذه التظاهرات بأنها مسيسة وأنها من سفارات، أقول لهم أنتم رجال السفارات، أنتم رجال السفارات، ونسيتم في مؤتمر لندن ومؤتمرات صلاح الدين في إقليم كردستان المشؤوم، أنتم رجال السفارات، أنتم من جاءت بكم أمريكا. وإذا اليوم تصورون تستطيعون قمع الشعب، والذين يهددون لا يخيفوننا. نحن لا نريد أوراق الدماء، نريد ثورة سلمية، تغيير سلمي، ولكن إذا أصروا فنحن لها، سوف نسحقهم، سوف نسحقهم. لا تخوفنا تهديداتكم. أطالب المرجعية الدينية أن تأخذ دورها، تأخذ دورها وتظهر إلى الشارع وترى معاناة الشارع وتحكم بين الباطل والحق. دعوة إلى سماحة السيد مقتدى الصدر، نحن نريد موقف، لا نريد كتلة سائرون معارضة وفي السلطة، لا يمكن جمع تفاحتين في يد واحدة. أنا هسه كلامي أوجهه بالذات للحكومة والأحزاب، الأحزاب الساقطة. أنا اليوم اللي هي 5-4 أيام هنا من الجمعة، وهذا نطالب بحقنا. وأول شيء وأول شيء اللي نطالبي الدماء السقطت بالعراق، لأن هم خونة وعملاء الإيران وذيول. فإحنا شو نطالبهم الحكومة؟ هي إصلاحات بعد ما أدري يسوون إصلاحات، ما أدري ما يسوون، بس نريدهم كلهم شلع قلع. 16 سنة ما حصدنا من عندهم، إيش حصدنا غير الظلم، الفساد، البوق، النهب. أنا اللي هسا بأحكي عن نفسي وعن كلها، اللي 10 سنوات أنا 150,000 هنا بالجامعة مات الكوفة، أقول للعميد يقول له روحي لفلان، أقول لفلان يروحي. إحنا ست جهال أنا برقبتي، زين وين أطي وجهي؟ حكومة لا تنتبهن، أحزاب ما أدري دمرة العراق، الأحزاب أحزاب موالية لإيران، كل من يريد ويجيب ويحط الخبزة والفلوس كل الأحزاب وحكومته هاي ساقطة الفاسدة. أبقى أنا اللي من الجمعة، من الجمعة طالعة من الصبح، واليوم ما رحت للدوام، اليوم مسوية أضراب، جيت الساعة بالستة لهنا، يعني أنا شنو إيجار مصرف أبونا هم راح، هي بهاي مالت شغلات ديالة هم راح، زين أنا شعد بعد باقية، هاي اليوم اللي هي السادس، زين ما حد يسمعك، وين العراقي وينه؟ أقول البيغرة أنا ساش أعتب على كل واحد قاعد بالبيت وما يطلع وما يتظهر على هيك فهسات، الإمام الحسين عليه ما طلع، عليه من مو على الظلم والفساد؟ 16 سنة صار، لا سنة لا اثنين لا ثلاثة لا أربعة لا خمس، من حكومة الحكومة وحدة أنقص من الثانية، وحدة أقدر من الثانية، بس نهب، بس بوق، بس عدم مبالاة للشعب. هذا الشعب جائس، الله شاهد الساه، واي أكو عوائل يعني تتغدى ما تتعشى، هالطلبة ذولا كلها الله شاهد، يعني
يعني حصل عليه البنطلون والتيشيرت. هو طالب كلية، هو لأن أبوه ما يشتغل، أخوه ما يشتغل، كلها بطالة، كلها قاعدة، ماكو شغل، ماكو عمل، ماكو طب للسوق، أي سوق الطبية ماك ما تلقي. إلى متى يعني؟ كافي كافي. لكن هبتوا بوقتوا سرقتوا، كل واحد حاط له هذا بلبنان وها جزيرة بفلان مكان وها، كافي شوية، صير عندكم ضمائر شوية، خلي ضميركم شوية، ولا ماكو ضمائر. لو عندك دين وضمير حاسبت نفسك، بس ما عنده دين وضمير. بس يا حتى اللي بالداخل اللي جماعة السالية اللي يصعد للبرلمان يصير أنقص من عندهم، يعني واحد يدفن بحلق الثاني. كافي إلى متى؟ والله اجزعنا، اقسم بذات الله اجزعنا. يعني هذا ساعته البرلمان، هذا قانون النفط والغاز، 6 سنين صار نايم بالبرلمان، ملاعن الوالدين، المن مخليه؟ اطل الشعب مال بهاتكم هذا. اولا هذه مو مظاهرات، هذه انتفاضة شعب، احسنتم، هذه انتفاضة شعب. وثانيا اشكر قناتكم الفاضله لنقل الواقع رغم الصعوبات اللي جاي تعرضوا لها والضغوطات وكل الامور هاي، لكن احنا عندنا فد حكي اللي ما جاي واحد يعبر عنه. كل الشعب العراقي بمثقفي بالكاسي بالعامل بالفلاح كله تعرض للسرقه وللنهب المنظم، جاي تفهم قصدي، للنهب المنظم، للسرقه، ظلم، استبداد، احزاب ظالمه اتكاتفت ببيناتها وتعاونت على ظلم الشعب العراقي. جاي تعرف شنو؟ تنفيذ سمالي علاقه يقول اجندات خارجيه ما اعرف شنو، زين هذا كل الحكي ما يفيد. احنا اليوم نطالب كشعب العراقي كله هذا بكل 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 طوائفه بكل صفاته، من كان من موظف من دكتور من فقير من كاسب من عامل، الى اولا حل الحكومه، زين. وهذا يعني فد شيء يسير، يعني مو ترى قبلكم حكومات شلبت بالكرسي وتالي مصيرها للاسف يعني مخزي، جاي تعرف شنو قصدي، وشي واقع حال هذا تاريخ، والتاريخ ترى اليوم يعني ما يرحم احد، وهذا اليوم ترى نوقف بيوم المحشر وكل ما يتحاسب على اعماله. هاي الاصوات اصوات نشاز وتريد يعني عندها مصالح خاصة ومستفادة وناس يائسة وتريد تأيس الشباب. احنا يمكن جت ايام مثل اللي واحد عنده شك، كل انسان بداخله يصير شك، شكينا بان هذا الجيل الواعي اللي اثبت وعيه وثقافته، شكينا بيوم من الايام ان العراق ضاع، انتهى، ما له مستقبل. لكن انا واحد من الناس يعني ايقنت وامنت بان العراق حي وباقي ومستمر الاعتصام ومستمر الانتفاضة إلى كل الحقوق والواجبات والمطالب تتنفذ. وأنتوا أخواننا، إن كان هاي التسميات بكل المسميات سنة وشيعة كله ماكو فرق، مسيح، أنا عندي أصدقاء مسيح وعندي أصدقاء سنة، عندي أصدقاء شيعة، أهلنا خوالنا عمامنا، فهذا شيء عايشين من آلاف السنين. ما يجون هذول الحثالة يخربون هاي المجتمع الطيب، هذا اللي أصل العروبة، أصل الكرم. رسالة، احنا باسم اولاد علي باسم النجف، احنا صارنا اليوم يوم 25 28 صارنا 3 ايام مستمرين ونبقى نستمر. يعني النجف شو اقول لك، يعني لعبه ارواحتها والحسين، يعني الناس لعبه ارواحتها. انا هذا فراشي وياي وجاي اعتصم، لا اليوم لو يوم بعد هم من بعد شهرين اعتصم، يعني طقت ارواحتها الناس، يعني ماكو شيء. شوف المحافظه يعني يوم على يوم قاعد تقل، ما شوف الشباب تعيين ماكو، شغل ماكو، حركه ماكو، يعني الناس قاعد حركة محل يفتح ويعزل ماكو شغل، يعني مين هاي؟ ليش هيك رئيس الوزراء هالمجالس محافظة ليش هيك؟ يعني النجف شنو هذا اولاد على هذول حركة ماكو بيها ليش هيك؟ طال لي 4 ايام وياهم وعمره 70 سنة. الله يسعدك يا عم. ولا
حتى مسكن شبر واحد ما عنده بالعراق، شبر واحد ما عنده بالعراق. وانا طالع على مود الشباب هاي 70 سنه يتبع بعربانه، شهادته بجيبه يتبع بعربانه، هاي بيا حق، هاي اغنى بلد احنا بالعالم، اغنى بلد. احنا نريد رئاسه وحده، ما نريد لا احزاب ولا هاي، اسقاط الحكومه كلها، لا مجلس محافظات ولا اقضيه ولا نواحي، رئاسه وحده نريد. حنوصل رساله للعالم كله، مظاهرات النجف سلميه للنهايه، للنهايه، ما تتدخل بها كل احزاب، وراح نبقى على سلميتنا ونعتصم، وهدفنا الاساس لا بطاله ولا خدمات ولا اي شيء، جايين على شغله وحده، احنا نريد طرد الاحزاب كلها برا. الاحزاب الايرانيه، الامريكيه، التركيه، اي احزاب مدعومه من الخارج ما نريدها. احنا نريد نظام من داخل العراق، من داخل العراق، من هاي الناس، هاي الطلبه، هاي الكسبه، من هذا الشعب، من هذا الشعب نريد. احنا ما جايين على 130 الف يطينا رشوه، ما محتاجين رشوه من الحكومه احنا. احنا ما احنا عماله اسبوع يطلع على 70 الف. احنا نريد تغيير العمليه السياسيه، ولا نريد استقاله عادل عبد المهدي، عادل عبد ضحيه لهم، ضحيه الاحزاب. احنا نريد تغيير العمليه السياسيه باكملها. حقيقه اليوم الرساله اللي وجهتها محافظه النجف الاشرف بشبابها بمتظاهريها، حقيقه رساله لا توجد في كل انحاء العراق، رساله بينت بان سلميه التظاهرات وبينت حقيقه مطالب اليوم الفرد العراقي وخصوصا الفرد النجفي. لذا احنا نكرر بعد ايضا هم نشدد على اخوتنا المتظاهرين الشباب، لان هي هاي حقيقه ثوره الشباب، هي حقيقه انتفاضه الشباب، حقيقه هي مظاهرات الشباب. احنا نوجههم اليوم عدم المساس بالدوائر، بالممتلكات العامه، بالممتلكات الخاصه، لان هاي امالنا، هاي حقوقنا. الاظفر الواحد اذا راح من متظاهر شاب يسوى السياسيين من اعلى سلطه الى ابسط موظف. اليوم الشاب اليوم جاي يطالب حقه، ما جاي يقاتل، هي مو معركه وانما هي مطالبه حقوق. فعليهم ان عدم المساس بالسلطات الامنيه، وان احنا صار اكو تفاهمات مع السلطات الامنيه، اجوا من خدمه المتظاهرين ويقولوا احنا اخوتهم، زين، فنهيب احنا اكو دوائر مهمه الخدميه المفروض ما حد يصل اليها، زين، تبقى وتشتغل، تبقى مفتوحه، تبقى تمارس اعمالها الصحه عالي الدقة بالتنظيم. ولهذا المحافظات أغاظت سلمية التظاهرات في النجف، أغاظت بعض السياسيين، بل أغاظت معظم السياسيين، أغاظت أعداء العراق يردون، لأنه النجف هي مصدر القرار. اليوم النجف الأشرف هي مصدر القرار العراقي، عندما تصير أحداث شغب العراق كله احترق لأنه النجف. طالما النجف الآن سلمية والنجف محافظة على أهله، فالعراق بأمان، ولهذا ما يردون للعراق في أمان أعداء العراق. أنا أقول لك الاعتصامات راح تبقى مفتوحة ومستمرة لحين تنفيذ مطالب شعب. إحنا مطالبنا اليوم عبرت أو تعدى سقف المطالب، ارتفع سقفها. اليوم مطالبنا ليس كهرباء وليس ماء وليس هذه حقوق، هذه اليوم إحنا نطلب تغيير النظام، وتغيير النظام القصد به من برلمان نيابي إلى رئاسي. اليوم نريد الشعب هو ينتخب رئيس الجمهورية، هو ينتخب المحافظ، هو يختاره، وليس يكون رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أن يكون العوبة بيد الأحزاب السلطة، بيد البرلمان، هو يكون تابع له يتحكم به. لا، اليوم احنا نريد هو الشعب ينتخبه حتى يكون مصدر السلطات، مصدر القوة هو يكون الفرد. وهذه الحقوق اللي اخذوها، الأراضي، العقارات اللي اخذوها، كلها ترجع حقوقهم، الكهرباء، الماء، شكهم، الأيادي العاطلة، كلها راح ترجع إذا اختارينا هذا. المفوضية السيئة الصيت، مفوضية الانتخابات المتحزبة الغير عادلة والسياسية والغير مستقلة، هي سبب البلاء في هذه الأزمة، لأنه محاصصة. اليوم مفوضية مجمعة طالبنا بإلغائها، ثم طالبنا بإلغاء قانون ساتليغو المعدل السيء الصيت. نريد اليوم القائمة المفتوحة الذي من حق المواطن أن ينتخب واحد واثنين، وينتخب حزب، وينتخب خمسة حتى دول يمثلوا. أكو ناس خمسة شرفاء، ليش ما انتخبهم؟ ليش حصروني بس واحد؟ يعني جابوا القانون على مقاسهم، هو الأصل في القانون قانون واحد، هم جابوا بوينت 6 بوينت 7 بوينت، والأسوأ جابوا بوينت 9 حتى يقضون على أي كيان صغير أو مستقل يصعد إلهم، حتى تبقون بس هم أحزاب السلطة الفاسدة.
حقيقة هي رادوا يركبون الموجة بالنسبة لبعض السياسيين الذي قدموا استقالة. نجي إلى مجلس محافظة، أعضاء الذي قدموا استقالة إلى مجلس المحافظة هي غير قانونية. أولا هو مجلس المحافظة غير منعقد، الآن تلاحظ أنت جنابك الآن مغلق مجلس المحافظة. الاستقالة من يقدمها العضو لازم يصوت عليها يا لا تنقبل، هذا واحد. إذن هي ما مقبولة، وإنما ضحك على ذقون الشعب، والشعب واعي لهذا التصرف مالتهم. ثم اليوم يقدم استقالة والجكسارات عنده والحقوق عنده وبيت قاعد وكرفان قاعد والحمايات عنده، أي استقالة هذه؟ إلى عدة استقالة خينزل مع الشعب حتى يقول أنا موجود، هاي انزع سترته وأنزل مع الشعب، أنا حاضر، حاسبوني إذا بايق. إذا هم كلهم سراق كلهم لصوص ما فائدة الاستقالة؟ نحاسبهم واحد واحد. حتى في المطالب ذكرت شكو عقار، شكو عقار أخذ مسؤول أو أخذ حزب لازم يرجع إلى الدولة. ما أكو بعض الأصوات من مجلس محافظة النجف طالب من مجلس النواب بأن إعادة تقدير العقارات من جديد، لا، كل البيوت الموجودة بي كانت مال الرفاق أخذوا أعضاء مجلس المحافظة وأخذوا المسؤولين وأعضاء مجلس النواب، هذا كلنا نرجحن. هذه الكيان الساعة هذا الأمامك، هذا المبنى، هذا مال الدولة، مال الشعب، مال هاي الشباب، ليش أخذوه؟ هذا في ثورة العشرين في كل العقارات الموجودة، هذا هنا أخذوا العقارات، بيت المحافظ القديم، هذه البناية كلهن أملاك الشعب، أملاك هاي الناس الفقراء موجودة، ليش يأخذون؟ ما شنو عد هو أحسن من عندي؟ أحسن من هذا الشاب؟ لا، هو إنسان سافل ونذل وحقير، لأنه اعتدى على أموال الشعب، اعتدى على الأموال العامة، فلهذا يحاسب ونشكل محاكم عليهم وإن شاء الله. ولا نكتفي بهذه المحاكم، لا، المحاكم إن شاء الله عادلة تختص من عندهم وكل درهم، حتى نلاحقهم عن طريق الأنتربول. العراق دخل في معاهدة أو اتفاقية الأنتربول، نلاحقهم خارج العراق وين يروحون؟ في كل الدول. العراق الآن داخل في معاهدة، في زمن صدام ما دخل العراق في معاهدة أنتربول، الآن هو داخل وانطارد كل السياسيين اللي أخذوا أموال ويرجع للعراق إن شاء الله بهمة رب العالمين وهمة هاي الشباب الغيارة. خير الكلام ما قل ودل. مطالب المتظاهرين في عامة العراق والشعب النجفي بصورة خاصة إسقاط حكومة عادل عبد المهدي، لم ولن تبرد قلوب الشعب العراقي إلا بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي، لكونه القاتل الأول لدماء الشهداء. خلال شهر واحد سقط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وهذا من العار على عادل عبد المهدي أن يبقى بالسلطة، والشعب يطالبه أن يستقيل إن كان له ذمة وضمير أن يقدم استقالته فورا. والرسالة هي إسقاط حكومة عادل عبد المهدي في 11 وقبل 11 كذلك. رئيس اللجنة المجتمع النجفي خاصة يطالب بحل مجلس المحافظة وليس تجميد، التجميد هذا من نفاق السلطة. نطالب الشعب العراقي بإلغاء تام وليس تجميد لأعضاء مجلس المحافظة ومجالس الأقضية والنواحي، وإلغاء رواتب رفحاء الذي سنوها هم وليس للشعب العراقي. هذه مطالب بصورة عامة وليس خاصة. ظاهرات النجف يشهد لها القاصي والداني قبل المحب والصديق بأنها تظاهرات واعتصامات وعصيان مدني منضبط، ولا نسمح بأي متجاوز أو مندس يحاول الاعتداء على المقرات الحكومية، فهذه هي مقرات الشعب والممتلكات العامة والخاصة، هذه ممتلكات الشعب وليس ممتلكات الأحزاب. اعتصاماتنا مفتوحة دائما وسلمية سلمية سلمية. محافظة النجف الأشرف، وأؤكد على سلمية مظاهرات محافظة النجف الأشرف، واعتصاماتنا مفتوحة ومطالبنا كلش بسيطة ومن حقنا المشروعة، أنه أول شيء تعديل قانون الدستور، زين، نفصل السياسة عن الدين، لأنه الدين ما يسيس، السياسة عبارة عن كذوبة هي أصلا بالأصل. وثالث مطالبنا استقالة الحكومة كافة وحكومة جديدة تنتخبها الشعب، هاي الشباب الجديدة، هاي الشباب اللي كلها طاقات مفتوحة. بالنسبة لمظاهرات النجف سلمية والكل تشهد لها، قوات الأمن ويانا، ورود وزعوا ماي، وزعوا هاي كل العالم تشهد، أعلام بحق مشهودة للعالم، وأنا اليوم ثبتت لي مظاهرة النجف أفضل المظاهرات، مع احترامي للشهداء على عيوننا وعلى رؤوسنا ضحينا
ضحينا احنا 1 اكتوبر طينا شهداء وطينا جرحى والكل تشهدها، بس هاي المظاهرات تختلف وان شاء الله تبقى سلميه ويعني صريحه قدام العالم كله وللاعلام، والاعلام موجود كله واحنا موجودين ومعتصمين وباقين معتصمين لحتى غير النظام. مطالبنا ما عندنا غير مطالب، بعد احنا شايف مطالبنا ماي كهرباء ما ادري شنو تعيينات هسه بعد ماكو. مطالب شعب، مطالب شعب تغيير النظام. كل شيء ما استفاد من الحكومه، لا صحه لا تربيه لا خدمات لا تعيينات، كل شيء ماكو، يعني محاصصه لهم هم بس، هم والاحزاب. انا الاحزاب شو اسوي به الحزب؟ انا الحزب جاي يخدمني؟ الحزب لا، جاي يخدم مصلحته او ربعه بس. هاي هي ما لا شفت حزب طالب حقوق، لا شفت حزب سوى شقق الفقره اللي ما عدها، لا المستشفيات لا مدارس. اكو حزب، اكو حزب بنا مستشفى. حاب اكد على نقطه رئيسيه، نقطة يعني من عندها ننطلق، انه هذه النقطة مظاهرات النجف وسلمية تظاهر النجف الذي اشاد بها العالم باجمع، مظاهرات النجف لم تكن عن فراغ سلميتها، سلميتها جاءت من خلال الشاب الواعي المثقف الاستاذ الدكتور المحامي. هذه خيام الاعتصام الثابتة امامكم هي المحامية النجف لطلاب الهندسة، لطلاب الطب، للقانون، للشعب العراقي ككل. ولكن النقطة اللي أريد أوضحها أنه سلمية مظاهرة النجف جاءت من المثقف الإنسان الواعي الطالب. كلنا طلاب وكلنا مثقفين نعتبر قيادة في هذه التظاهرة. التظاهرة سندت من قبل ناس مثقفين واعين يعرفون بحقهم، ثبتوا أخوانهم المتظاهرين دعوة من خلال قناتكم الكريمة الباقي محافظات العراق العزيزة بأن يرتدي المثقف مكان المظاهرة ويطالب بحقه وحق أخوانه بشكل مثقف وأسلوب حضاري يليق بالشعب العراقي. نحن لا نملك سوى راية الله وأكبر والوردة، كل احنا أخوان معتصمين نطالب بحقنا بطريقة دستورية وقانونية. اليوم نحن أمام مطالب حقنا أريده، حق مشروع نأخذه بطريقة قانونية، طريقة سلمية، ونوصل رسالة للعالم أنه سلميتنا، سلمية مظاهرنا، مستمرين بالاعتصام. اليوم أنا طالب قانون مرحلة ثالثة، قد أتعرض إلى عقوبة، قد أتعرض إلى تسجيل غياب، لكن أجيت أسند أخوي الإنسان، أوصل له رسالة، أحافظ على سلمية المظاهرة، أوصل رسالة للعالم بأن إحنا مثقفين العراق، أساتذة العراق، طلاب العراق. المظاهرة ليست عشوائية، المظاهرة مبنية على نقاط جوهرية، مبنية على أساس مثقفين وأساتذة واقفين في هذه التظاهر. هي ليست مظاهرة عشوائية ومظاهرة كما يدعون حزبية وتسويف ومماطلة في القضية. القضية قضية إنسان مثقف وأستاذ وطالب وكادح وعامل وكاسب يطالب بحقه بطريقة مشروعة وسلمية. نحن سلميين معتصمين إلى أن تحقيق المطالب. اليوم طالع الشعب بدون محرك، بدون محرض، كل شباب وشياب اتفقت على مبدأ واحد، نحاول نريد إصلاح، نريد تعديل نقاط بالدستور، نريد مطالب مشروعة. أي مطلب غير مشروع لا يمثل المتظاهرين، أي مطلب غير شرعي ما ناس عليه الدستور، ما ناس عليه القانون ما يمثلنا. الملاحظة المهمة أنه ما موجهة ولا مقادة ولا متحركة ولا مسيسة ولا مسيفة من أي طرف من الأطراف. المظاهرة سلمية بحتة، ودا نحاول احنا كشباب النجف متواجدين هنا نحافظ على مدى السلميه بكل ما اوتينا من طاقه، بكل ما اوتينا من قوه. رساله الى كل اللي يسمعنا، لا سياسي موجهنا، لا محرض محرضنا، لا مسيف مسوفنا، مظاهراتنا سلميه، نسعى الى اصلاح الاهداف اللي طالعين عليها بالمظاهره. اولا تعديل بعض النقاط بالدستور، 2 بعد تعديل الدستور استقالة البرلمان، استقالة أعضاء مجلس المحافظة، إقالة المحافظ، تعديل بعض القوانين الدستور، وأولها أنه يحق لأفراد بدون أحزاب الترشيح والصعود. مو مثل سلة وهاي يجمع أصوات ما كفى ذبح على الوراء صعدونا واحد ما نعرفه. احنا مطالبنا تغيير الحكومه، وانت مثل ما تشوف الشعب كله طالع انه ضد الحكومه، يعني شويه الحكومه تستحي،
لان انت مثل ما تعرف هاي المظاهرات اللي جايه تصير بالدول اللي يظهرون 100 200 يستحون ويستقيلون، احنا حكومتنا مستحى ما عندها الظاهر، وهات تشوف الشعب كل طوائفه هو طالع مظاهرات ويريد تغيير الحكومه، احنا ما نريد انه حزب يضم الحزب، احنا نريد الحكومه تتشكل خارج الاحزاب، لان الظاهر جربنا الحكومه 16 سنه من داخل الاحزاب ماكو فايده، وانا احب اوجه شكر وتقدير باسم اهالي النجف للنواب اللي استقالوا، فعلا ذولا يعني ناس عندهم مستحى وعندهم غيره على بلدهم واستقالوا، احنا ما نريد كل سياسي يطلع يقول انا مع المتظاهرين، لا انا طالع ضدك، انت مو وياي، انا طالع ضدك واهل النجف واهل الناصريه واهل البصره واهل كربلاء وكل الشهداء اللي سقطت طالع ضدك، احنا ما نريد واحد ينصب علينا يقول انا وياكم، لا احنا طالعين نريد نغيرك، انت فاسد وجربناك وتاكدت لك فاسده، ماكو كتله مو فاسده بالبرلمان. كتلة ضم الكتلة كلهم فاشلين، لا يعرفون يقودون بلد، لا يعرفون يقودون خدمات، لا يعرفون يقودون تعيينات، احنا ما طلعنا على خبزك، كلها طالعة ترى اساتذة ومدرسين ومحاميين وعدهم خير من الله، بس احنا طالعين نظام بالعراق نظام فاشل، احنا طالع تغيير النظام من برلماني الى جمهوري، لان احنا جربنا البرلماني 450 سارق مو 450 برلماني، واحنا نريد نغير هذا النظام وان شاء الله مع تصميم لحين اسقاط النظام. أول شيء عمره 17 سنة ونزلت هنا، أول شيء تغيير النظام، تعديل قانون الانتخابات، تعديل الدستور، هاي أهم نقطة، تعديل الدستور هو نزل المطالب اللي يريدهن بس، وأهم شيء الدين ما يتدخل بالسياسة، لأن إذا الدين دخل بالسياسة راح تلاس مثل ما شفناه من 2003 ولليوم، هاي أهم مطالبنا. إحنا حاضرنا ما ضامني ومستقبلنا ما ضامني، ووطن ما عدنا، حتى العراق الجوازة هو آخر شيء بالترتيب. أنا طالب تحليلات مرحلة ثانية، احنا طلعنا كشعب واحد، احنا ما عندنا مطالب، احنا ما عندنا مطالب وما نريد شيء من هذه الحكومه، اللي يريدها فقط انه يستقالون ونرتاح منهم، لان جربناهم اكثر من مره فشلوا بالاختبار وبعد صبرنا نفذ. احنا نطالب بتكوين حكومه انقاذ وطني، هي السبيل الوحيد لانقاذ هذا البلد، حكومه انقاذ وطني تكون من اصحاب الكفاءات العاليه، مو أي واحد، من أصحاب الغيرة العراقية ذو أصحاب الكفاءات العالية، وهذه الأحزاب كلها لازم تتفكك، ما يبقى ولا حزب، لأن ذولا ما عندهم غيرة، ويعني رحمة للشهداء اللي سقطوا، وإحنا باقين وما نرجع من اعتصاماتنا لحد ما يتغير النظام للنظام الجمهوري او الرئاسي. الله والخير عليك. احنا اليوم فئه الشباب، فئه الطلاب، فئه الكسبه، حتى فئه الموظفين، الكل اعتصم، معناها شنو؟ ترى الاوراق كلها انكشفت، كل شيء انكشف، احنا هسه واعين، الطبقه المثقفه، الطبقه الواعيه، احنا لما نطلع ونغير منو اللي يطلع ويغير؟ احنا لازم نوقف وقفه صحيحه، اعتصام مفتوح، شنو الدراسه؟ طز بالدراسه. بكل شطز احنا لا ما نغير نظام، لا ما نغير حكم 16 سنة، لا يعني الرواتب الفائقة، الميزانية الفائقة، قاعدين بنص الخير ما شفنا خير، يعني شنو؟ يعني انت العمر ايش قد هو العمر؟ بس اريد اعرف ايش قد العمر حتى تاخذ هاي الرواتب الفادحة، هاي الاحزاب، هاي الاحزاب شفت حزب فاد مواطن؟ ميليشيات صايرة بيناتها، فرهدوا الوطن فرهد، احنا اليوم طبقة مثقفة نوقف ويا المتظاهرين، لا ما تصير ايد واحدة ما تنحل الامور هاي. أبد اليوم نريد عراق واحد، وطن واحد، ما يصير هيك يعني. مطالبنا هي واضحة يعني أمام الشعوب وأمام أنظار الحكومة كلها، بس نقول للحكومة خلي يكون بعلمهم النواب وأعضاء مجلس النواب، مو يذبون استقالة وهذا، لا نحاسبهم بالقانون من 2003 لحد 2019 من يذبون استقالة، أين راح المال العراقي؟ وين راح النفط؟ النفط يعاملون الشعب العراقي، يصدرون البرميل النفط ب 80 دولار،
والشعب العراقي فقير، وين تروح النفط الايرادات ما النفط وين تروح؟ للاحزاب، الاحزاب اللي سوت ميليشيات او سوت ما سوت الطائفيه بالعراق. نريد بالقضاء بالاحزاب والطائفيه، ونحن اخوان سنه وشيعه كلنا واحد، ويزيديه وصابئه كلنا واحد، ولا نريد التفرقه. اولا احنا من 2003 او من نظام البعد لحد الان دفعنا الاف الارواح اذا مو عشرات الاف الارواح اذا مو عشرات الاف. احنا اولا مطالبنا واضحه، احنا لا احنا كطلاب ما نطالب لا بتعيينات ولا نطالب بحياه مثل ما كان نطالب بها كهرباء او ماء او هاي الشغلات. احنا نطالب اولا محاسبه المسؤولين. مطالبنا واضحه، اولا مثلا عندنا هواي طلبات، مثلا اولا مجلس النواب الاعداد هاي مالته ضخمه بدون فائده على الميزانيه، والحراسات وهاي التكلفه على الميزانيه مال الدوله هي بدون فائده. ثانيا مجالس المحافظات نريد نطالب اقالته، حل مجالس المحافظات، من احتاج مجالس محافظات بدون فائده؟ ثالثا الاعضاء مال مجلس النواب رفع الحصانه وجعل رواتبهم مقاربه الى رواتب الموظفين العاديين. المطلب الاخر عندنا هي تقليل الفوارق الطبقيه بين ابناء المجتمع، بين رواتب مال الموظفين اقرب الفوارق، وبدل ما انا اوظف لي موظف مليونين مليون ثلاثه اوظف لي شباب هسه اذا تعطيه 300 الف هو يطلع، اذا تعطيه 300 الف يطلع ويتوظف. ثالثا العفو، او يعني المطلب الاخر انه المنافذ الحدوديه مسيطره عليها ميليشيات، اذا ما نقدر نقول احزاب، عشائر، يعني عصابات مسيطره عليها. نريد هاي المنافذ الحدوديه تصير بيد الدوله. عندك النفط بالنسبه للميناء، الميناء مسيطر عليه عصابه، ومعروف عند اهل البصره انه النفط هي المسيطره عليه على الميناء. يعني هاي طلبات نحن نطالب، ما نطالب تعيين ولا نطالب هاي، نطالب انه نحارب اهم شيء الفساد، ونحارب تقليل الفارق بين ابناء الوطن والنواب تقليصهم ورواتبهم تقل، بالاضافه الى جميع الرئاسات الثلاث والوزراء. احنا ما يفيدنا لا اصلاح ولا احزاب، كل شيء ما يفيدنا غير الحكم، كلها تسقط، كلها ما نريدها الحكومه. ترى حظنا الحاويات، بعد كم يوم نطبقهم بالحاويات نذبهم. حظنا الحاويات يا عادل عبد المهدي، انت واحزابك شلع كلكم. نيابه عن المتظاهرين، اولا نشكر اخواتنا المنتسبين على تعاملهم الراقب للمتظاهرين السلميين. ثاني شيء احنا رسالتنا بالنسبه على المحافظات، محافظه النجف خصوصا، السياسيين ما نريدهم، عملاء واذناب ايران والدول الخارج ما نريدهم. يا اخي حلوا عنا، ما نريدكم. من 2003 مليارات الولايات المتحده قالت 700 مليار دولار واردات السياسيين من 2003 لليوم. العراقيين بطاله، العراقيين يجدون بالشارع، العراقيين ياكلون الانقاض، العراقيين يعني بطالة كل شيء ما عندنا. احنا في هالحالة شو نسوي؟ يعني المسؤول ابنه يروح هناك يدور سوارف مكسرة وباحيات وارقى المستشفيات بالخارج، واحنا حصر علينا المغذي او حصر علينا ابرة الباراسيتول اللي هي سعرها بربع دينار. يعني يا متى نبقى الحل؟ احنا ما نريدكم. لو السياسي ياخذ بالشهر 1000 دينار ما نريدكم يا اخي. احنا ان شاء الله النجف الاشرف نبقى صامدين للموت والسلمية للموت، ونطالب بحقوقنا. نريد برلمان ماكو، لأنه تعبنا، برلمان يسلمون فلوس رواتب هم وعوائلهم، والشعب باقي حال الضيم حاله، لا من مستشفيات بيها حظ، ولا من مدارس بيها حظ، ولا من بنى تحتية بيها حظ، كل شيء ماكو. فإنا لله وإنا إليه راجعون. البداية أحيي كل أخوان الطلبة طالبات جامعة الكوفة اليوم، يعني انا كنت متفاجئ، توقعت راح يطلعون طلاب بس ما توقعت بهاي الاعداد. ما شاء الله من ساحه الصدرين جامعه الكوفه خط ابيض واحد، يعني ثوره الطلاب ما شاء الله. انا متفاجئ، هاي وحده ثانيه. انا من الناس ما محتاج شيء وقاعد بسلام وامان، بس انا عليه من طلعت اكو غير اتعجب عن اللي يقول انا ما محتاج شيء اقعد بالبيت. ليش؟ انا طالع على موت هاي الناس الفقره، انا قاعد ببيتي ما محتاج شيء بس طالع على هاي الناس الفقره. فاناشد
اللي قاعدين ببيوتهم على مود اخوتكم هاي الفقره، اللي بيوت ما عندها، اللي وظيفه ما عندها، اللي ما عنده لا اللي ما يتعين، اللي ما يجي يعني ناس تريد تتزوج تريد تكون نفسها ما عندها. فاتمنى من كل الناس تطلع وتشارك اخوتهم بالمظاهرات.